على الشباب والرياضة. قل لي فويتا كيف عم ماشي، أخبر فيها عن أفكارك عن أخبارك وما تنساشي. هي فويتا قولها بسرعة وخلي كراسي ما حد تصغي. مصريات الأستاذ بسام الشماع وتويتا جديدة. تويتة النهاردة يا جماعة عن الزيارات الأثرية. والحقيقة دائما وابدا ما بنطالب المصريين ان هم ياخدوا بعضهم ومع كل الاجراءات الاحترازية طبعا ويذهبوا الى هذه الاماكن الاثرية علشان يتعلموا حضارة بلدهم ويدرسوا ويدرسوا كمان لأولادهم ولأطفالهم ولأحفادهم علشان نسلم الشعلة من جيل الى اخر لكي يتعرف وتتعرف الاجيال على حضارة هذا البلد الكريم مصر ارض الكنانة، مصر الحضارة التي ظلموها عندما قالوا أنها حضارة 7000 عام. إذا كان كنت ويكس عانى من مصريات الأمريكي الشهير قال أن البشر عاش على أرض طيبة منذ على الأقل نصف مليون عام. الراجل الأمريكاني الغير مصري الذي عاش في الأقصر أكثر من 30 سنة وأنا يعني قابلته أكثر من مرة يقول أن إحنا حضارة أكثر أو على الأقل نصف مليون عام ونحن ما زلنا مصرين على 7000 عام. يا جماعة احنا حضرتنا أعمق من كده. والحقيقة علشان نشجع المصريين أكتر وأكتر على زيارة الأماكن الأثرية والمتاحف، أنا الحقيقة بتمنى وبقترح على وزارة الآثار والسياحة إن هم يخفضوا أسعار التذاكر للمصريين، بل وكمان في بعض الأماكن يجعلوها مجانا، بل وفي بعض الأيام يجعلوها مجانا تماما. يعني مش عايزين ننسى إن مثلا المتحف البريطاني في لندن اللي بيحوي أكثر من 7 مليون قطعة مجانا، ما فيش حد بيدفع تذاكر لا البريطانيين ولا الأجانب، الناس بتخشوا من غير فلوس، فيش تذكرة في المتحف البريطاني في لندن. فده أنا أعتقد إنها هتبقى هدية جميلة من وزارة الآثار والسياحة للمصريين. تويتا بتوقيع بسام رضوان الشماع المرشد السياحي وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية وعضو اتحاد الكتاب المصري.